ظهر في مشهد معصوب العينين ودون ملابس، وحوله مجموعة من الجنود الإسرائيليين. وفي مشهد آخر كان يرتدي ملابسه دون أصفاد أو حراسة. And as we were walking through this area, it was very clear something went terribly wrong, and I want you to take a look. نشر المقطع في تقرير لقناة فوكس نيوز الأمريكية في 12 أكتوبر 2023، على أنه لاعتقال عنصر من حماس في غلاف غزة خلال عمليات تمشيط قام بها الجيش الإسرائيلي في موقع مهرجان نوفا الموسيقي. فهل يظهر المقطع اعتقال عنصر من حماس بالفعل؟ تري يينغست مراسل قناة فوكس نيوز أوضح أن القائد العسكري الإسرائيلي قال له إن الشخص الذي قبض عليه هو أحد عناصر المقاومة الذين دخلوا من غزة. I spoke with a senior commander just after that who confirmed this was indeed a Palestinian militant who crossed from Gaza. لكن ترتيب المشاهد في مقطع فوكس نيوز أثار شكوك بعض مستخدمي مواقع التواصل، مما دفع مراسل القناة أن يشارك مقطع فيديو قال إنه مقطع أصلي وإن الشخص الذي يظهر فيه ليس ممثلاً. ووفق هذا المقطع يظهر شخص وهو يقوم بخلع ملابسه قبل أن تعتقله قوات الاحتلال. قارن مسبار تغطية بعض وسائل الإعلام لعملية اعتقال الشخص الظاهر في المقطع، ووجد اختلافاً في تفاصيل رواية الحدث. ذكر مراسل قناة فوكس نيوز أن الشخص هو فلسطيني، بينما لم يذكر مصور وكالة جيتي هويته، إذ قال إن صورة لرجل عثر عليه في مهرجان الموسيقى وأمر بخلع ملابسه قبل القبض عليه. وقال مصور وكالة فرانس بريس إن صورة لجنود إسرائيليين يعتقلون رجلاً بالقرب من كيبوتس بئيري في 12 أكتوبر 2023. أما موقع شبكة NBC نيوز فقال إن الرجل كان يرتدي قميصاً أبيض عندما دخل إلى موقع الحدث، وأمره الجنود الإسرائيليون بخلع ملابسه، وعندما تحدث بالعربية اقتادوه بعيداً. ادعى مراسل سكاي نيوز أن الشخص تابع لحماس وعثر عليه الجنود وهو يلوح بسكين. ونشرت وكالة أسوشيتد بريس صوراً من الحادث نفسه وقالت إنها لجنود إسرائيليين يحاصرون فلسطينياً هاجمهم بسكين. بالتدقيق في التقارير التي عاينها مسبار لم يظهر وجود سكين في يد الشخص، ولم تظهر منه أي علامات هجوم تجاه الجنود. واقتصرت المشاهد على ظهوره وهو منبطح أرضاً أو يخلع ملابسه قبل اعتقاله، ولم تنقل التقارير تفاصيل أخرى عن الشخص، إذ أشارت بعضها إلى أنه تحدث بالعربية لكن دون تقديم دليل على ذلك، إضافة إلى أن الاعتقال المزعوم جرى بعد 5 أيام من عملية طوفان الأقصى التي نفذ خلالها الاحتلال عمليات تمشيط واسعة في المنطقة.